مرحبا فيكم من جديد. رح نحكي اليوم على الطرائق اللي متزودك فيها الايرلي ليست. ما رح نحكي طبعا على كل الطرائق لانه نحن حكينا رح نخصص قائمه للكوليكشن بجافا، وانما رح احكي على اهم الطرائق اللي رح استخدمها بهذا المسار. عملت ايرلي ليست فيها 3 عناصر A B C، ورحت عملت ايرلي ليست ثانيه فيها D E E. رحت قلت ال ضيف علي كل العناصر اد اللي موجوده بال 2، فبيروح بياخذ الدي والاي والاي الموجودين بالكوليكشن الثاني وبيضيفهم باخر الكوليكشن الاولى. يعني عمليا بياخذ العناصر الموجوده بالكوليكشن الثانيه مثل ما هن، بيروح بيضيفهم بالاخير. ف بصير الترتيب اي بي سي دي اي اي. في عالم بتفكر هي عمليه ميرج، عمليه الميرج بيجيب الجزء الاول بيجيب الجزء الثاني بيدمجهم مع بعض وبيدمر الجزئين. هي ظلت الاري ليست الثانيه مثل ما هي، ولكن الاري ليست الاولى تم توسعتها وصار فيها 6 عناصر. بتاكد من ذلك، بعمل اتريتور وبمرق عليه وبطبع العناصر، بشوف انه هذه الكوليكشن صار فيها 6 عناصر. بنروح على المثال الثاني، عندي كوليكشن فيها اي بي سي وعندي كوليكشن ثانيه فيها اي ا واي عفوا. بروح بقول له من الكوليكشن الاولى احذف لي كل العناصر يلي موجوده مثلها بالاري ليست الثانيه. يعني شو في بالاري ليست الثانيه؟ حرف الاي والاي. شو بيروح بيعمل؟ بياخذ حرف الاي بيروح بيدور عليه بالاري ليست الاولى، بيحذف كل ظهوراته. بيروح بيد على العنصر اللي بعده اي، بيروح بيحذف كل ظهورات الاي بالكوليكشن الاولى. عمليه الحذف بتصير من الكوليكشن الاولى. طيب شو هن الاحرف اللي بدي احذفها؟ هن العناصر الموجوده بالكوليكشن الثانيه. يعني الكوليكشن الثانيه هي يعني الوسيط الثاني للريموف، او مو الوسيط الثاني، الوسيط الوحيد للريموف. قول انه شو العناصر اللي بدك تحذفهم بتحطهم بهي الكوليكشن، بس رح طبق الحذف على الاري ليست الاولى. يعني ال احذف لي كل العناصر اللي موجود مثلها بهذه الاري ليست، بروح بطبعهم بشوف انه ضل عندي انا البي. الاي بيجي بيروح بيدور عليه. يعني خلينا نطبق المثال، روح احذف لي حرف الاي، بيروح بيدور عليه بيلاقيه، بيحذف كل ظهوراته، بيروح على حرف الاي ما بيلاقيه فما بيعمل شيء، فبيطبع لك وقت عمليه الطباعه بيطبع بي وسي. بهذا المثال عندي الري ليست فيها اي بي سي سي وعندي كوليكشن فيها اي وسي. رحت قلت له ريتين اول. شو بتعمل هي؟ بيروح بيقول له بالاري ليست الاولى دوت ريتين اول الاري ليست الثانيه. يعني روح حافظ لي على كل العناصر بهالاري ليست الاولى، ولكن اللي موجود مقابله فقط بالاري ليست الثانيه. يعني باخذ الاي، بيروح بيقول له الاي موجود بهي السلسله، بيقول له نعم احتفظ فيه، بيحتفظ فيه. بيروح شو العنصر الثاني سي، بيروح على المصفوفه ال، بيقول له سي موجود، بيقول له نعم موجود، احتفظ لي بكل ظهوراته سي سي. خلصت الاري ليست. ما بيحتفظ غير بالعناصر الموجوده بالاري ليست الثانيه، ولكن بالاري ليست الاولى مع تكراراتها بيحذف ما تبقى. طب اذا رحت انت بتطلع شو بيضل لك عندك، شو بينحذف من عندك؟ بيحذف بي، يعني بيحذف الحروف يلي ما انا موجوده بالاري ليست الثانيه، ما انا موجوده. هي بسموها المحافظه على، حافظ لي على كل العناصر الموجوده بالاري ليست الاولى، ولكن فقط يلي موجوده بالاري ليست الثانيه مع الابقاء على التكرارات. فناتج تنفيذ هذه العمليه اي سي سي، كل العناصر اللي ما انا موجوده بالاري ليست الثانيه ما راح تطلع بالاري ليست الاولى. يعني البي ما انا موجوده وما بيهمه اصلا، ما بيعرف انه مو موجوده، هو بس بيروح بيحافظ على الموجودات. تمام. الحلو بهذا الاطار العمل اسماء الطرائق توحي على عملها، توحي على عملها. هيك بكون خلصت الدرس اليوم. اذا في اي سؤال شاركوني فيه بالتعليقات، والكل يشترك بالقناه، فعل زر الجرس ليوصلكم جديدنا. بنشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جديده. سلام.